بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهاردة مسألة بسيطة وجميلة اسمها فانيا اند فانس. المسألة بكل بساطة بيقول لك انك انت عندك حائط وول ليه ارتفاع معين، على يمينه في حارس وعلى شماله في مجموعة ناس ماشية. تعال نتخيل المنظر مع بعض عشان تفهم المسألة. ده الحيطة ليها ارتفاع مش طولها، في فرق بين طول وارتفاع. فارتفاعها وليكن ارتفاعها 7. في هنا شخص حارس، بي ايه الحارس ده بيحرس الول ده، وفي هنا ناس ماشية ليها أطول معينة، وليكن واحد ماشي طوله 5 والتاني ماشي طوله 6 والتالت مثلا 8 وده 7 وده 9. عاوز يشوف هل الحارس ده هيقدر يشوف حد من هنا ولا لا، وانت المفروض عليك انك تخلي الناس ديت الحارس ما ايه ما يشوفهاش. يعني دلوقتي الحارس واقف ورا وول او حيطه ارتفاعها 7 متر مثلا، تمام؟ فطبعا عشان الحارس يبص على حد ويشوف حد لازم الشخص ده يكون طوله اطول من الحيطه او اطول من ارتفاع الحيطه، صح؟ عشان الايه الحارس يبدا ايه يشوفه، تمام؟ عندنا ده 5، الخمسة أقل من السبعة، يعني طول الشخص ده أقل من السبعة، هل الحارس هيشوفه؟ لا. الستة برضو أقل من السبعة؟ برضو لا. طب التمانية؟ لا، التمانية طول أطول من ارتفاع الحائط، إذا ده هيقدر إيه يشوف، تمام. سبعة، السبعة دي السبعة برضو مش هيقدر يشوف، لأن السبعة طول الإيه ارتفاع الحيطة قد طول ارتفاع الشخص، فإيه فمش هيشوف، هيغطي عليه. طب التسعة، التسعة أطول من ارتفاع الحيطة فهيشوف، تمام. ده بالنسبة لنا، ده بالنسبة لنا واحد، يعني ليه طول واحد وده ليه طول واحد، سيبك من ده دلوقتي، وده ليه طول واحد، يبقى أي حد ما شافوش ليه طول إيه؟ ليه طول واحد، تمام. وده ليه برضه طول الواحد اللي هو طول الأصلي، وده برضه ليه طول واحد اللي هو طول الاصلي. اذا كل شخص من ده حسبت له طول واحد، لان هو ليه طول واحد. اي شخص في العالم ليه طول واحد. يعني ايه ليه طول واحد؟ يعني ده طول وده طول وده طول. هل في شخص بيكون ليه طولين؟ يعني شفت شخص في العالم طوله مثلا 5 متر او مثلا 150 متر و170 متر، هل في كده؟ لا. الشخص ليه طول واحد اللي هو 150، هنا برضه الشخص ده ليه طول واحد اللي هو الخمسه، ايا كان بقى 5 متر ايا كان مش مهم. الشخص ده ليه طول واحد اللي هو السته وهكذا، تمام. نيجي بقى عند الصح، ده عاوزين نعملها غلط عشان الحارس ما يقدرش يشوف الايه اللي اطولهم 8 و9 اللي هو اطول من طول الحيطه. عارف لما انت تمشي من جنب الحيطه وطولك يكون اطول من طول الحيطه، فبتعمل ايه؟ بتتني ظهرك، فهتبدا تتني ظهر ايه الشخص ده، فعشان تتنيها كده يبقى ليه كام؟ ليه طولين، اللي هو 7 عشان يكون زي طول الحيطة، والتانية متر واحد، يبقى كده ليه ايه؟ ليه طولين. السبعة ديت انت خدت منهم طول اهو، والواحد ده الطول التاني، كده بقى ليه ايه؟ ليه طولين، تمام. هنا التسعة عشان ما يقدرش يشوفه هقسمها لطولين، طول 7 والباقي اللي هو الاثنين اللي هو الانحناء هينحني، يبقى ده كمان ايه؟ ده طولين. اذا نجمعهم بقى، دي 1 2 3 4 5 6 7، الاجابه ايه؟ 7 اطوال. حلو، مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشكله. طيب لو قلنا برضو عشان الناس اللي بتتخيل تخيلات كده، في ناس بتتخيل تخيلات يقول لك مثلا لو ده 100، طبعا ليه ده طبعا صح، الايه الحارس هيشوف لانه طويل جدا، تمام. هقسمه لايه؟ هقسمه ل7 والباقي في الثانيه. ما هو انت لما تدي ظهرك، تدي ظهرك ايا كان طولك وليكن مليون، مش هيكون بالطول، هيكون بعرض الايه الول، فمش شايفك. الموضوع ده محتاج تصور انك انت ده ايه ده ارتفاع، الارتفاع 7، فانت عشان ما
ما يقدرش الحارس يشوفك، اقل حاجه لازم يكون ارتفاعك 7، اللي هو طولك 7، ولو اكتر من كده تخلي طولك 7 وتنحني بظهرك بحيث تخلي الباقي بايه موازي للحيطه. فلو كان بقى 100 200 مليون هبدا ب7 والباقي اللي هو الانحناء ايا كان، اللي هو في الحاله ديت 93 اللي هما طولين برضو، الطول الاساسي والطول بتاع الانحناء. حلو الكلام، حلو قوي الكلام. نرجع من ده كله ونيجي ناخد تيست كيس بقى. هكذا ناخد ايه؟ ناخد تيست كيس. حلو الكلام، حلو قوي الكلام، مفيش اي مشكلة. طيب تعالى ايه ناخد، وليكن عندي بيقول لك اول حاجة بيديك عدد البيرسونز اللي عندك، اللي هم عدد الناس اللي هيكون ورا الحيطة. عندنا ده واحد، عندنا اتنين، عندنا تلاتة، تمام. وطول الحيطة 7، حلو طول الحيطة اهو 7، تمام. عندي 4 و5 و14، ادي 4 وادي 5 وادي 14. هل الأربعة الحارس يقدر يشوفه؟ لا، يبقى ده طول واحد. هل الخمسة الحارس يقدر يشوفه؟ لا، ده طول واحد برضه. هل ال14 الحارس ممكن يشوفه؟ ايوه اكيد هيشوفه. فاحتاج اول طول هخليه 7، وباقي الطول اللي هيكون بالعرض اللي هو برضه الباقي 7، هيبقى الطول الاصلي والطول الانحناء اللي هو ايه؟ واحد. عدهم كده 1 2 3 4، الاوت بوت كام؟ 4. حلو، عشان نحل المساله دي، المساله دي حلها بسيط جدا. انت في كل الاطوال انت متاكد 100% ان الطول الاول هيكون عندك، سواء هيشوفه او مش شافوش. الطول الاول ده، الطول الاول ده اكيد هيكون معاك، ركز معايا، اكيد هيكون ايه؟ اكيد هيكون معاك. سواء 4 مش هيشوفه برضه، ده حسبت له طول. 5 مش هيشوفه وحسبت له طول. ال14 برضه هحسب له طول، تمام. ايه الفرق بقى في ال14؟ ان ال14 اكبر من ايه؟ من ارتفاع الحيطه، ففي انحناء فبزود له واحد كمان. تعالى كده نشوف الحل. اول حاجه هقول له هستقبل انت، انت بيرسون، تمام. في مشكله، وهقول له انت وول، هقول له وايل بيرسونز ماينس ماينس. طبعا في الجافا ما بتقبلهاش، في السي بلس بلس بتنفع. هقول له هوايل بيرسون نوت ايكوال الزيرو، طول ما البيرسون مش بتساوي الايه؟ الزيرو. طبعا احنا هنا هنحتاج السكانر، سكانر سكانر ايكوال نيو سكانر. اقول له هنا سيستم دوت ان، واجي اقول له هنا البيرسون هدخلها عن طريق اليوزر، فهقول له سكانر دوت نيكست انت، لان دخل انت، واقول له برده ايكوال سكانر دوت نيكست انت. هنا خدت البيرسون وخدت الايه؟ الوول، تمام. خلاص خدت البيرسون اهي وخدت طول الوول، تمام. هبدا امشي 3 مرات عشان في كل مره استقبل مين؟ استقبل طول بيرسون. فانا جوه الهوايل، طبعا البيرسون دلوقتي داخل لي كام؟ دخلت لي 3، تمام، ودي دخلت لي 7. فانا عاوز امشي 3 مرات، في كل مره هستقبل ايه؟ هستقبل طول بيرسون. فهمشي 3 ثم 2 ثم 1، لما يجي الزيرو هيقف. حلو، يعني الزيرو مش معايا، اخر الواحد. حلو، في كل مره بعمل ايه؟ بستقبل انت طول بيرسون ايكوال ايه؟ ايكوال سكانر دوت نيكست ايه؟ نيكست انت. حلو، هعمل بقى هنا ايه؟ متغير كاونت او انت ريزلت، ايا كان سمي زي ما انت حابب، ده ايكوال زيرو. اول حاجه في اي طول هاخده هزود الريزلت بلس بلس، هحسب له ايه؟ طول. زي ما قلت لك ان احنا سواء 4 او 5 او 14 او اي رقم هيكون في طول اساسي اللي هو الطول بتاعه. هيفرق بس فين؟ هيفرق لو الطول ده
اكبر من طول الوول، اكبر من طول الوول هزود واحد كمان بتاع الانحناء. حلو، فانا هاجي اقول له اف. والله لو التول بيرسون اكبر من الوول زود الريزلت ايه؟ بلس بلس. اذن كده هو لما يروح على مين؟ على الاربعه، عملنا الريزلت بلس بلس اهي. هل الاربعه اكبر من السبعه؟ لا، فمش هزود الانحناء. طب الخمسه ليها طول، هيزود الريزلت بلس بلس، هل ليها انحناء؟ لا، الخمسه مش اكبر من السبعه. طب ال 14 ليها طول، تمام، هل لها انحناء؟ بعرف الانحناء من ايه؟ ان لازم الطول للشخص يكون اطول من طول الايه؟ الوول. فهيخش هنا بس في حاله ايه؟ حاله ال 14 اللي هي الحاله اللي هي طول الشخص اكبر من طول الوول. وبعد ما بعد ما في الاخر اقول له بقى ايه؟ اقول له بيرسون ماينس ماينس، عشان يبقى دي ثلاثه، اول مره ثلاثه، بعد كده اثنين، بعد كده واحد، تمام؟ اما تبقى زيرو هقول له زيرو لا تساوي زيرو، لا، في الهول تقف. حلو، وفي الاخر اقول له سيستم او برنتلين بيرسون، قصدي ريزلت. كنترول ايه؟ كنترول سي، وتعالى نعمل ايه؟ انتر الاول اهو. هعمل سبميت، كنترول في، سبميت، نشوف مع بعض. كومبايليشن ايرور. ليه؟ لان انا عامل سبميت عن طريق السي بلس بلس، عاوزين جافا يا عم. فين الجافا؟ اهي الجافا، اهي. ران تايم ايرور. طيب خلينا عن طريق جافا. جافا ايه؟ جافا 11 كده، تمام. خلي بالك في حاجه هنا مهمه، الباكج ما تحطهاش، الباكج ايه ما تحطهاش، اعمل بس الامبورتس، يعني ما تاخدش الباكج معاك، خد من اول الامبورتس، تمام. اعمل سبميت، اكسبت ان مفيش اي مشكله، وكله تمام 10 على 10. طبعا هحسب لك رابط المساله تحت في الديسكربشن، ورابط الجيت هاب زي ما اتفقت، وكل الروابط اللي اتفقت عليها في الفيديو اللي اتكلمنا عليه الخاص بالجيت هاب وهكذا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه مش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك واللينك اللي تحت في الديسكربشن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.